الكلمة الأولى للشمال أمن جاسم الهيل له رأي آخر بغاية يتقدم يسجل يتقدم ويسجل شمال الطيبين يتقدم في هذا اللقاء عن طريق قائده بغا فيصل بهدف المباراة الأول كرة من خلالها باللقطة لمحسن اليزيدي تمريرة أمجد عطوان يسرع الله الله أسد الرافدين بكرة مخادعة خدعت الجميع ينجح بأن يضع أولى بصماته يوقع في بطولة دوري نجوم كيومبي في هذا الموسم للمرة الأولى أمجد عطوان الأسد العراقي يسدد ويستغل تقدم حارس المرمى اليوم وحتى اللحظة خسارة جديدة خطأ يحتسب كرة طويلة رأسية هدف تقليص الفارق يأتي للملك هدف تقليص الفارق قبل 10 دقائق من النهاية يأتي بهذه الكرة من إمبنزا وهذه